السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة إبراز البيانات الخاطئة من خلال عمل دائرة حمراء على الخلايا التي تحتوي على بيانات غير مطابقة. عندنا هذا المثال لجدول للموظفين يحتوي على عمود للرقم الوظيفي والاسم والمسمى الوظيفي والراتب، وهذا جدول أو عمود للمسميات الوظيفية المعتمدة في الشركة. تلاحظ وجود دائرة حمراء على الخلايا التي تحتوي مسمى وظيفي غير متطابق إملائيا مع جدول المسميات الوظيفية المعتمدة أو غير موجود في الأصل ضمن المسميات الوظيفية المعتمدة، مثلا آذن غير موجود ضمن المسميات الوظيفية المعتمدة، كذلك مندوب المبيعات موجود ولكن ليس بنفس الكتابة الإملائية الموجودة في المسميات الوظيفية المعتمدة، مندوب المبيعات وفي هذا المكان مندوب مبيعات. طبعا توحيد المدخلات يساعد عند عمل التحليلات أو الإحصائيات. نبدأ على بركة الله. في البداية نقوم بتظليل عمود المسمى الوظيفي بهذا الشكل، ثم نقوم بالذهاب إلى علامة تبويب بيانات، ومن مجموعة أدوات البيانات نقوم باختيار التحقق من صحة البيانات، نقوم بالضغط عليها تنبثق لنا هذه النافذة، نقوم بالذهاب إلى السماح ونقوم باختيار قائمة، ومن هذا المكان من عند المصدر نقوم بالضغط على هذا الرمز ونقوم بتظليل عمود المسميات الوظيفية المعتمدة، ثم نضغط على انتر ثم نضغط على موافق. الآن تلاحظ في خلايا المسمى الوظيفي عند الضغط على أي خلية فيها ظهور مربع يحتوي على سهم متجه لأسفل، وعند الضغط عليها تلاحظ ظهور أو انبثاق قائمة منسدلة بنفس البيانات الموجودة في هذا العمود. الآن لو قمنا بتظليل عمود المسمى الوظيفي وقمنا بالذهاب إلى التحقق من صحة البيانات مرة أخرى وضغطنا هذه المرة على السهم المتجه لأسفل وقمنا باختيار إحاطة البيانات غير الصحيحة، تلاحظ ظهور دائرة حمراء على المسميات غير المطابقة للمسميات الموجودة في عمود المسميات الوظيفية المعتمدة. لتعديلها نقوم بالضغط على المربع ثم نقوم بتعديل الضغط على القائمة المنسدلة مرة أخرى مندوب مبيعات، وهكذا الآذن غير موجود، إما نقوم بإضافته في هذا المكان وتعديل النطاق، مثلا كتبنا آذن ثم نقوم بإعادة العملية، نقوم بتظليل العمود ثم نقوم بالذهاب إلى التحقق من صحة البيانات ونقوم بتوسيع النطاق ثم انتر ثم موافق. الآن لو ضغطنا على حطت البيانات غير الصحيحة، تلاحظ أن جميع البيانات الموجودة في عمود المسمى الوظيفي مطابقة لعمود المسميات الوظيفية المعتمدة. أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.